الكيوكشينكاي هي الحقيقة المطلقة المعنى مالتها، والقتال باليد الخالية. بديت ممارسة اللعبة من سنة 1996. اللي جذبني بهاي اللعبة الكيوكشينكاي اللي تنطي ثقة بالنفس وتنطي دافع معنوي، انه وانا احب الشراسة باللعب والمنافسة الحقيقية. راح تبدي تشتغل على الكرسي، اريدك تعبر لي رجلك، هذا يرسم لك الطريق الصحيح، البداية الصحيحة. اليوم انت تريد تصير، لازم تعمر روحك. بديت بالبدايه كلاعب، اخذت اول بطوله عراق من سنه 2000، وبعدها تدرجت شوي شوي منتخب ناشئين، منتخب شباب، منتخب متقدمين. احرزت عدد من الجوائز، بطوله العرب 5 مرات، بطوله اسيا 2، بطوله عالم تايلاند 2015. حاليا اتجهت للتدريب، انه شفت نفسي انه اقدر اطور من قابليات، يعني المعلومات اللي اخذتها افيد بيها الاخرين. نوكام تو، غمض عينك استرخي. طبعا هاي الرياضه انتشرت بالاونه الاخيره، من عددنا هواي سوينا نشاطات بمهرجانات وكليات بالبطولات، صارت كثرت مش قبل، يعني صار انفتاح عليها جدا كبير، الانفتاح ايضا بال يعني النساء ايضا. كابتن حسين حاليا زرع حب اللعبه بداخلنا من خلال شغفه، وحاليا انا فضله صرت بطل دولي ولعديد من السنوات، وان شاء الله نستمر في البطولات وتقديم العطاء الدائم لهذا البلد العريق العراق، ونكون الرقم الاصعب اسيويا وعربيا وعالميا. من الجوائز اللي حصلت عليها كمدرب، افضل مدرب سنه 2018، افضل مدرب سنه 2019 و2020، وترشحت الى مدرب المنتخب الوطني للناشئين والاشبال. مثل ما تشوفون يعني هاي الكؤوس، يعني كلها نتائج فرقيه، يعني حققنا هواي النتائج. ايش اذا تعرضت مثلا للمسك من هنا او من الايد، ايش راح اسوي؟ راح اجي بايدي اليمين، هو بيش كان مثني بايده اليمين، تبع علي، راح اخلي ايدي هنا، راح الزمه من الرسخ مالته، افر هاي. حاليا المفصل صار بي مفصل تنق عنده، بس اضغط اللي جوه انتهى. اللاعب اللي كيوكشينكاي دائما يكون مميز، يكون صبور، يكون عنده طموح، يعني العمل حتى يعني مو بس بالرياضه، يعني دائما الكيوكشينكاي هي الثقه بالنفس. يعني عامه اللي يتمرن الكيوكشينكاي يكون متميز بمجال حياته، يعني شلون يكون ينظم وقته، لانه الكيوكشينكاي هي تنطي المنهاج الصحيح للحياه. هدفنا طبعا انه نوصل للعالميه، يعني نكتب اسمنا بالعالم، انه يعرفون اسم العراق. ترى العراق مو هين، العراق بيه ابطال، العراق بيه يبدع من ضمن يعني هاي الحروب والهاي اللي صارت، بس العراق موجود. خوش حكي احلى نحكي.